انا مش هكمل، لسه في سيجمنت تالت، بس انا اسفه مش هقدر اكمل. انا ممكن امشي. انا مش هديك فرصه، انا مش هديك فرصه. طب كملي انت بقى مع نفسك كده. انا قمت خلاص. ده The Blind Date Show، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. كل واحد فيهم مش شايف التاني، وبينهم الحيطة دي. البلايند ديت بتاعنا عبارة عن 3 راوندز، كل راوند بينزل لهم موضوع لازم يتكلموا فيه. المواضيع ليها علاقة بالجواز، لبس، فلوس، شغل، وحاجات تانية كتير. بعد كل راوند كل واحد بيدي التاني ريتنج على حسب هما شبه بعض قد ايه في الراوند دي، وفي الآخر قبل ما كل واحد يعرف كان قاعد في ديت مع مين هيقرروا لو هينزلوا ديت تاني ولا لا. هاي ورحمة الله وبركاته. هسألك سؤالين هيتحدد عليهم هل احنا هنكمل الديت ده ولا لا. اصلا لا 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 لا، ما يتحط ليش شروط. انا اسفة. ستوب يا ابني. اول حاجة اهلاوية ولا زملكاوية؟ تاني حاجة برج ايه؟ انا بشجع الزمالك طول عمري. مش ستوب يا ابني. وبرج الجدي. ومفيش اتنين بيختلفوا على الجدي. برج قيادي. استنى هبيعلك. انت بتبيعلي من اولها؟ انت ريل استيت؟ لا انا بيعها فاشله جدا، فيعني اديني فرصه احاول. انت بتبيعي من قبل اي حاجه. لا البضاعه تستاهل دلوقتي. انا دلوقتي ببيع تستاهل. حاجه انا عارفه ان هي قيمه. الله اكبر. طب انا لازم اشوف البضاعه الاول عشان اعرف هتستاهل. ما للاسف بقى الاوبشن ده مش موجود. الحيطه دي لو مش موجوده والله موجودة. ولا انا ولا انت هنعرف نقول الكلام ده. موجوده ومكمله معانا. الله اكبر. بس حقيقي برج الجدي برج عظيم، مش بشكر في نفسي. يلا عدي 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 مميزاتك. برج ناجح جدا. فترة حب الذات يا جماعة. طيب ما شاء الله. ارسال بس يعني. انت تسكتش. لا لا. انت تبصلش. انت برج ايه بقى؟ كملي مميزاتك. برج ايه؟ خلصنا. كم فتحتي دولاب انجازاتك؟ لسه في بطولات تانية. مش قادرة. انت رغاية فشخ. بس دي حاجة انا واخدة بالي منها. طب ممكن اسألك سؤال؟ انت عارفة ان من اول الديت وانت اللي بتتكلمي؟ ايه ده ما حصلش اصلا والله. طيب مش برج ايه؟ عذراء. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. طيب انا هقول لك على حاجه، هتغاضى عن اي حاجه حصلت عشان انت بس زملكاويه. اوكي فاين. يلا هات اللي عندك. سهله قوي. كنت بسال بقول لك ايه المميزات وايه العيوب. انا عيوبي ان انا هجوميه شويه. واضح. بحاول اهندل ده. يعني عندي عيب خطير، انا بنفخ البني ادمين. مش هتسلكي معايا. صعب والله. صعب عليكي قوي. عيب فيا بس هي حاجه حلوه. صعب عليكي قوي. بس ايه اللي بيحصل بقى؟ طب انت جالك المنيو. طيب الاول خليك جنتل وخليني اكمل كلامي الاول. طب بصي هقول لك على حاجه. انا باقي لي كلمه بس بلاش. في الجمله اللي هقولك انا هقول لك على حاجه. طيب هقول لك على حاجه. بلاش تحضري العفريت عشان مش هتعرفي تصرفيه. عفريت ايه ومش عارفه ايه وانت مالك يعني؟ انت كويس. انا قلت لك من الاول خالص هتغاضي عن كل حاجه عشان انت زملكاويه. والله العظيم ما قلت حاجه بجد. انت بتحارب حاجات جوه دماغك لوحدك. خالص والله. انا بره الموضوع. المايك معاكي براحتك. ايه اللي بيحصل بقى بعد ما انفخ الناس؟ بيفرقعوا في وشي بس كده. هي دي الجمله اللي انت كنت إيه؟ هي دي الجمله اللي انت عايزه تقوليها. هي دي الجمله اللي كنت عايزه اقولها ومهمه. طيب ننزل بقى بالسلطات. ايه بالمميزات؟ لا مميزات كتير قوي بصراحه. خلينا نبدا من انه انت راجل مصري فاكيد بيفرق معاك الاكل. فانا بطبخ كويس قوي. ست منظمه حلوه وزي القمر. يعني لا عندي مميزات كتير. كريمه جدا، جدعه جدا، ممكن ابقى صاحبك عادي. عندي مساحه وعندي مرونه وبتقبل يعني فكره ان احنا بشر وعندنا اخطاء وعندنا حاجات وممكن نراجع نفسنا وكده. شفتي الكذب؟ شفتي الكذب بعمل فيكي ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا ما خدتش بالي اصلا، انا كنت منهمكه في مميزاتي. ايه اللي كنا حصل؟ كنا هنولع واحنا قاعدين. هنولع؟ الحمد لله. هتولع. انا تمام، انا الدنيا لله. عندي رايقه وزي الفل. ممكن اسالك تاكلي ايه ولا هتهاجميني؟ دي بقى غلطه كبيره جدا ان انت تاخد كلامي وتبني عليه حاجات وتقعد تفكرني بيه إيه؟ كل أنا شويه. انا عايز اكل. طب اللي فات انا عايز اكل. بتحب إيه؟ تاكل ايه؟ انا بحب الهيلثي فود جدا. مش هتنفع معايا خالص. يلا لا بس عادي يعني، في اوقات بشمر كرش. بتاكل كوارع؟ سلام يا كوارع. بتاكل عكاوي؟ ورق عنب؟ طيب محاشي. ورق عنب كده ممكن كده ممكن نفهم بعض. بطايا. طيب انا حاسه ان احنا يعني ممكن ناكل دلوقتي. ممكن سلطه شنكليش اسمها مغري، وكبه نيه وكبه لبنانيه وحلو الجبن. سلطه البنجر، سجق، فتت كفته، وعثمانيه. ميرسي جدا.
طب عايزين ننجز بقى بسرعه عديت الجميل ده عشان في ماتش المنتخب هيبتدي كمان شويه. لا عايز اعرف بقى على اللمضه اللي انت فيها دي وكميه الاكل وكرشك اللي مشمره 24 ساعه، بتتمرني ولا بالونه؟ بالونه. الله اكبر. طب أوكي. عندي سؤال تاني، عندك كام سنه؟ من صوتي تديني كام سنه؟ 28. برافو عليا. لا انا اكبر من كده كتير. مش اكتر من 32 مثلا؟ شويه كمان. انجزي بقى. عندك مشاكل مع الستات اللي فوق ال 35 ولا ال 45؟ طيب حل. انا عندي 36 سنه. اوكي انت عندك كام سنه بقى على الموضة دي كلها؟ شغلي مخك. مع صوتك صغير برضو قوي. نفسي تشغلي مخك زي ما بتشغلي بطنك. طيب انت عندك 32 سنة. انت قايم بالكل الادوار، الله اكبر عليك. ما هو عشان انت بطيئة قوي. قوي في ماتش، بقولك المنتخب هيلعب. ما يلعب المنتخب، انا مش حد يكروتني. انت من الكاميرون ولا ايه؟ لا بس يعني مش مهتمة قوي بالكورة بصراحة الايام دي. انت بتشتغل ايه طيب؟ انا بشتغل مذيع كورة. اه عشان كده مذيع كورة، مهتم بالكورة، بتاكل هيلسي فود، رغاي قوي. ايه كمان؟ هنشوف هنشوف. نزل لك ايه؟ دي المفروض صلصة بنجر. انت ايه بقى، صلصة الكوارع ولا؟ لا ده اللي هو شنكليش تقريبا. انت بتيجي بتشتغل ايه؟ ما قلتش اصلا. ايوه ما ده سؤال يعني. ما ايه اللماضه دي؟ اخمن. احسك فنانه قوي في نفسك. انا فنانه فعلا. برافو عليك. اه وانا النهارده هكرمك على مجمل اعمالك باذن الله. انا اتكرمت اوريدي. لا انت لسه شفتي تكريم. ريد فلاجز. ايه اول حاجه جت في دماغك لما قريت الساين بتاعت ريد فلاجز دي؟ انت ليه كده يا ضنايا؟ وبعدين هو في حد يقول لحد انت الريد فلاج؟ انت كلك على بعضك. انا من اكتر الحاجات الريد فلاجز بالنسبه لي ان البنت تبقى شخصيه هجوميه، فواضح ان خلي بالك انا اللي قلت لك ان انا هجوميه. هقول لك ليه. بصي دايما الشخص المندفع ده بيبقى طيب على فكره، بس هو بيبقى محتاج شويه اكسبيرينسز في حياته، فالاكسبيرينس دي بتخليه يهدى شويه. اولا انا ما قلتش ان انا مندفع، انا قلت ان انا هجوميه. هجوميه طيب الاثنين. وده في حاله طيب. ان احنا اصلا في ارجمنت او خلاف او في مشاكل. لا بص ما بيننا. هفهمك على حاجه. انا اوبشن ان انا اخش ارجمنت مع بنت ده مستحيل. يعني ايه ما تخش خناقه مع بنت؟ يعني ايه الفكره؟ يعني تدخل مع رجاله عادي، البنات لا. احنا كرجاله ما ينفعش ان هو يحط نفسه في موقف ان هو يدخل ديبيت مع بنت، لان الراجل لو دخل في ديبيت مع بنت بيبقى الكونفرزيشن بدل ما هي بتبقى ما بين ولد وبنت بتقلب كونفرزيشن ما بين بنتين. اغرب وجهه نظر سمعتها في حياتي. لا هو اي حد عاقل هيقول لك كده. اي حد عاقل هيقول لك كده. حاجات كتيره جدا بقى، هرمونز وبي ام اسنجز وحاجات كده بتتحكم فيها وفيرموناتها. هنقف هنا برضو. اكمل الجمله. مش قادره مش قادره. وانت فاكر ان انت جسمك شغال بالايونات؟ ما انت عندك هرمونات زيك زيي، وبي ام اس زيي، وكل حاجه زيي. يعني عادي ممكن انت تبقى عصبي، ممكن انا ابقى بارده، يعني كده. لكن مفيش حاجه اسمها بسم الله الرحمن الرحيم انا ما بدخلش ارجيومنتس مع بنات او مع ستات. ما فيش اسمها كده. انت صح. برافو. ممكن تقولي بقى ايه الريد فلاجز اللي انت شايفها فيك؟ بنبهر بالبدايات وبصدق. مشكلتي اني طيب. لا مش مشكلتي اني طيب، بقولك ان انا بنبهر بالبدايات. ايوه دي ريد فلاج بالنسبه لي انا في ايه؟ دي حاجه كويسه. بجد؟ تمام. اه عادي. ايه المشكله؟ طيب. بتصدق. اقول لك حاجات وحشه بفكر والله. بليز قولي حاجات وحشه. ان انا عندي مشكله مع اللبس الريفيلينج قوي. وانا كمان عندي مشكله مع اللبس الريفيلينج. برافو عليكي، محترمه. لا هي مالهاش علاقه بالاحترام، ما ينفعش تحكم على حد متربي بشكل مختلف. مش بقولك يعني انا دي 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 يعني انت ليه كبرتي الموضوع؟ لا مش هاخدها از كومبليمو، لان انت كده بتغلط في ستات وبنات تانيين. لا 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 هوب هوب ستوب هنا. لا يا باشا ما اقدرش اغلط طبعا. هل في شغلانات عندك مشكله معاها؟ والله اي حاجه حلال واي حاجه ما بتغضبش ربنا مش هيبقى عندي مشكله فيها. على فكره انا شايفه ان دي حاجه كويسه فيك، ان انت عندك مرجعيه. ان كان ايه هي المرجعيه؟ بس لازم يكون الشخص عنده مرجعيه. ربنا يعني اتشوز قوي في كل تصرفاتك وفي كل كلامك، فدي حاجه لطيفه بصراحه. انت بقى ايه الحاجه اللي لو شفتها تطلع تجري؟ انت هجريك. باظ. الحاجه اللي شفتها اطلع اجري لو شفت بنت مش بنديت بس احنا لسه بنعرف بعض يعني، فطبيعي ان هي في الاول تبقى الدنيا حلوه، تكذب تخدعني تمثل. يعني انت عايز البنت تفيك وبعدين تيجي تديك خازوق مره واحده. لا اله الا الله. انا بقول لك ان البنت تبقى عندها اتيتيود، تبقى بتتعامل بديسريسبكت او بعدم احترام مع الناس، صوتها عالي، بتهاجم الناس، بتزعق، بتدي اتيتيود. الحالات اللي زي دي على طول بندوس زر اسمه نيكست. اوكي مواعيدك اخبارها ايه؟ عشان خاطر برضو موضوع المواعيد ده مهم جدا بالنسبه لي. زفت الحمد لله. انا مواعيدي مظبوطه رغم ان انا عندي حاجات كتير اعملها. انا ست. لا انا مواعيدي شعري لوحده قصه.
طالما اتكلمتي عن الشعر يبقى انت اكيد شعرك حلو. شعري كيرلي، انا بحبه وبحب اهتم بيه. بس بتهتمي بيه بقى، يبقى هترصي لي دلوقتي 999 الف اسم كريم وشامبو والسلفيد والحاجات الغريبه اللي انتوا بتحطوها دي. لا والله خالص، ده اصلا ما ينفعش ان انت تستخدم حاجه فيها سلفيت. انزلي بالليست. هم اربع منتجات: شامبو، كونديشنر، ليف ان، وهير ماسك. البرودكتس اللي بستخدمها مش كتير، بس هي افكتيف جدا وكويسه جدا للشعر، ما فيهاش كيماويات، ولوكال براند كمان اسمهم بوبانا. وان جنرال يعني انا بحترم جدا الرجاله اللي بتهتم بنفسها بنظافتها. يعني مش بيفرق معايا قوي الشكل. لو عزيت فخير ربنا كتير. مش بيفرق معايا الشكل، بيفرق معايا الاهتمام بالتفاصيل. الشكل ده بتاع ربنا، انت مالكش فيه اي انجاز، فحتى لو انت زي القمر دي حاجه من عند ربنا مش من عندك، فما تتبهاش بيها. ايه الرقه دي؟ انا بكلمك بجد. وانا كمان. انت بقى ايه الحاجات الاوف بالنسبه لك في شكل الست؟ مش عنصريه ولا حاجه، بس انا ما بعرفش اكوب خالص مع بنت قصيره. عامه مهم ان الراجل يبقى عنده تفضيلات في الست، عشان بعد كده لما تفضيلات، اسمع، تفضيلات في شكل الست. يعني انت كنت شغاله مدرسه قبل، اسمع في ايه، اسمع مالي. خلاص خدت حاجه على ذوقك، ما ينفعش بقى بعد كده ان انت تخونها. انا طالما اخترتها يبقى مش هخونها. ما كلكم بتختاروا وبتخونوا في الاخر يعني. انا مش هعرف ادافع كتير عن الراجل الخاين لان موقفه صعب. انت قول لي انت خنت كام مره؟ بس في خاين ذكي وفي خاين غبي. يبقى خنت كام مره قبل كده؟ زيرو. مستحيل، انت بس مش شجاع كفايه ان انت تقول. لا لا لا, انت لا, لا لا لا، اهدي بس كده يا حاجه بالراحه على نفسك. يعني انت بتكذبش؟ لا بجد عمري ما خنت والله العظيم. يعني انا اتخنت قبل كده بس ما خنتش. اوكي، ام سو سوري، انا اسفه، دي مشاعر قاسيه. لا عادي، كلنا بنتخان يعني، صباح الفل. مش مشاعر المفروض انه البني ادم يحسها، يعني مشاعر قاسيه حقيقي. اه بس من كتر ما الخيانه بقت منتشره، بحس ان خلاص بقى الناس لازم تتقبل بقى. ايه خلاص، اللي هو خانك كلم واحده، ايه المشكله، كلم اتنين، ماشي الدنيا، صح ولا ايه؟ لا طبعا مش صح. انت ما بتسامحيش بالخيانه؟ آه. هنا سأسكت قليلا. في الجواز ممكن ندي سكند شانس، لان ده بيت وما ينفعش برضو نهده بالسهولة دي. وقال الخيانة حاجة كبيرة جدا جدا جدا، بس كمان البيت كبير ومهم والتعب عليه. انت قمر، انا بس عندي سؤال، هو انت الخيانة بالنسبة لك ايه؟ لا الخيانة اللي هي الخيانة، مش ان انت بصيت لواحدة، ولا ان انت كلمت واحدة، ولا ان انت نزلت ديت مع واحدة، ولا كل ده. لا انت دخلتي على ليفل الوحش. طب انت لو شايفة ان انا لو نزلت ديت مع واحدة دي مش خيانة، اذا انت لقطة. ممكن نعتبر انه انت ما كنتش واعيك. لكن الحاجه اللي ربنا يحفظك يا حبيبه قلبي ويكملك بعقلك. قولي كمان، قولي الحاجه اللي لا تختفر تماما، هي الخيانه الكامله. انت ماشيه صح جدا على فكره. انا عارفه ان انا ماشيه صح جدا على فكره. برافو. طب انت عمرك اتخنتي قبل كده؟ اه كم مره؟ لا بص، يعني خلينا نتكلم على الخيانه اللي هي الخيانه بمفهومي انا، اللي هي العلاقه الكامله. الله مره أكبر. مره ونص العلاقه دي بتبقى عامله ازاي يعني اتكلموا تكستنج، نزلوا تقابلوا مره، عارف يعني الحاجات دي انا بعديها. الحاجات دي عاديه يعني. اللي زيك قليلين. طبعا قليلين. انا كرم اتكرم. وانا كمان. ريتنج حلو يعني؟ جدا. طب ما تيجي نعمل حاجه مختلفه. الو. مش متاكده ان انا عايزه اعمل حاجه المختلفه دي، اللي هي ايه؟ لا عادي والله، هنوري بعض. خايفه عليك من صدمه حلاوه الرقم. الله اكبر، فاجئيني. اه يلا اهو. ايه ده؟ بصره. دي بيتقال عليها بصره. موقف غريب جدا. الحمد لله ان احنا اخيرا اتفقنا على مش عارفه ازاي، بس تمام. لايف ستايل، انت شخص يسهل توقعه جدا، يعني انا ممكن ارص لك اللايف ستايل بتاعك كله. خش يا عم جوجل. لا انت قلت ان انت بتلعب رياضه، وقلت ان انت بتشتغل مذيع، بس في حاجات تانية، في حاجات تانية في اللايف ستايل. يعني بتحب تقضي وقتك ازاي؟ الكوره والزمالك جزء مهم، جزء كبير جدا من يومي. بقوم اتابع اخبار الكوره، وبعد كده اشوف يومي بيبتدي ازاي. عامه يوجوالي بيبقى الجيم، بس يعني مينلي اليوم بتاعي بيبقى حوالين الزمالك او الكوره عامه بشكل عام. بتعمل ايه فور فن؟ لا اله الا الله، من حقي ان انا اعبر عن نفسي واقول رايي. بتعمل ايه لذيذ؟ هو الجيم مش حاجه لذيذه بالنسبه لي؟ مش حاجه لذيذه خالص. طيب نسكيب السؤال ده وخليني اسالك سؤال تاني. لو الزمالك خسر او لو المنتخب خسر، انا باكل. اذا يعني حصل، انت زملكاوي بابا زيي، انت اكيد متعود على الخساره. اللوس بالنسبه لك حاجه مين عاديه مين اللي جدا. ضحك عليك وقال لك كده اخر سنتين واخدين اتنين دوري واخدين كاس ودايما إيه؟ الحمد لله متعودين إيه؟ على البطولات. يعني مالك انت ومال الزمالك؟ طب الف مبروك. لو بقى حصل بتقلب بقى وشك ومودك بيتقلب والدنيا بتبقى مسوده،
جدا. لو بعد الشر يعني بعد الشر اتغلبنا او حصل نتيجة مش كويسة للزمالك، دي رياضة عادي، طبيعي نتغلب عادي، طبيعي مكسب يعني وخسارة. ممكن اكمل كلامي على فكرة، والله عادي حقي ان انا بقى اكمل كلامي كبني ادم. هي ايه فكرة ان انا استناك لما تخلص وبعدين ارد؟ السطرات يعني ده ما بيفصلش عشان ما نمش منك. يا رب تنامي. حاول تبقى مسلي اكتر من كده. انت عارفه انا شايف ايه قدامي دلوقتي؟ كميه عقد وكلاكيع طلعت على الترابيزه، غرقت المكان. كلنا عندنا عقد وكلاكيع. لمي كلاكيعك دي من هنا. كلنا عندنا عقد وكلاكيع، ده طبيعي. طب يعني معلش تشرحي لنا كده يومك بيمشي ازاي؟ يعني مش عايزه اخدك والله، عشان يومي زحمه فوق ما يتصور خيالك. لا واضح يعني. وفي صدمه اكبر ان انا عندي طفل. الله اكبر. اسمه ايه؟ اسمه رحيم، عنده 8 سنين. ما شاء الله. فطبعا انا بصحى مع رحيم الصبح عشان خاطر في مدرسه، وبعد كده بنزل اروح الشغل. انا عندي كذا شغل مش شغل واحد، انا كونتنت كرييتر وبروديوسر في قناه وكاتبه، فبقسم يومي على الثلاث حاجات دول وابني والبيت وشعرك. اه لو نازله طبعا، او لو عندي تصوير بكريماتك بقى وسكرباتك وماسكاتك والحاجات الجميله بتاعتك. ايوه بس انا شاطره، كل الناس بتسمع كلامي في الحاجات اللي انا بقولها، لان انا بختار برودكتس لطيفه جدا ممكن تستخدمها من غير ما تعمل لك اي دامج لشعرك او لوشك او ايا كان. كمان بتبقى كلها لوكال براندز عشان المقاطعه، وكمان افوردبل عشان الظروف الاقتصاديه اللي احنا عايشينها. برافو عليك. برافو. والبني ادم اللي انت اتكلمتي عنه ما شاء الله ربنا يحفظه طبعا، يعني كده في وسط الكلام انت خدت بالك اتسرسبتي؟ عندك مشكله ان انت ترتبط بواحده مطلقه وعندها طفل؟ ايه لا خالص. تاكس مش بس كمان عندها طفل ومتطلقه كمان اكبر منك باربع سنين، حد كبير ده قوي. انا شايف نطلب التشيك ونقوم نمشي. وانا كمان والله شايفه كده، بس يعني افهم ايه الاسباب. انا عامه بشوف ان مفيش مشكله خالص ان حد يتجوز حد مطلق او واحده مطلقه، مش اي حاجه تعبها خالص. بس انا بالنسبه لي اود بريفير ان انا ابتدي حياتي مع حد يعني انا اللي ابقى اكبر منها مش هي اللي اكبر مني. جو ما اخدش واحده اكبر مني واخد ولازم ابقى انا الكبير والكلام ده كلام يعني فاهم. ادم الناس بتتقابل بتحس ان هي لايقه على بعض شبه بعض بنرتبط. طب انت عندك مشكلة ان انت ترتبطي بحد اصغر منك؟ لا خالص. لا دي في رجالة كبيرة وهبلة. اوكي. عادي. ماشي. في رجالة يعني صغيرة وعقلة. انا ضد ان احنا نغلط في حد. انت حرة في رأيك. انا بقول فيه. البنت سنها مهمة بالنسبة لي؟ اه طبعا مهم. يعني. مهم في ايه؟ ما هو مش بيحدد إيه؟ على فكرة المنتاليتي ولا الدماغ ولا التفكير. كده وانت نازلة من على مدى لبنان. ايه اللي حصل في مدى لبنان؟ هتموتني بخفة دمك. ايه اكتر حاجه بتصرف فيها فلوسك بعد الجيم؟ انا بحب السفر جدا. بس كده؟ واللبس. كنت متاكده. اشمعنى كنت متاكده؟ مذيع وبتروح الجيم كتير، فاكيد واخد بالك من الشيب بتاع جسمك، فاكيد هتبقى واخد بالك كمان من لبسك، يعني مش هتضيع كل اللي انت عامله في الجيم ده على الفاضي. طب ما انت تعبان على نفسك يعني. لا الا الله. طبعا انت شعرك ده في حد ذاته لوحده كده ليه بادجت مليون جنيه مثلا. ليه وانا هبله ولا ايه؟ لا طبعا مفيش الكلام ده، انا بستخدم لوكال براندز. رقه من اول الديت ما شاء الله ما فشلتيش ان انت تبهريني برقتك. مشكلتي اتفضلي. مشكلتي رقيقه زي ما انت مشكلتك انك طيب كده. الله عليكي. بستخدم لوكال براندز، بستخدم حاجات سعرها حلو جدا ومع ذلك فيها كل حاجه انا محتاجاها. وخد لك معلومتين بقى كده يعني عشان برضو انت راجل مذيع ومفروض تهتم بنفسك. محتاج المعلومتين قوي في الحياه. انا زي ما قلت لك شعري بستخدم البرودكتس اللي انا قلت لك عليها كلها من بوبانا، في ارجان اويل ده بيرطب الشعر وبيغذيه وبيعالجه جدا. ده انت اقتصاديه بقى. ايوه طبعا. وعلى الصعيد الاخر بقى اللبس، بما ان انت قلت انت بتلبس ماركات، انا مش في الماركات خالص. انا ما قلتش بلبس ماركات. انا اولا مع المقاطعه ده رقم واحد. امال بتصرف فلوسك على اللبس يعني ايه؟ هو انت ارسال بس لحظه واحده. انت عايشه في الكوكب ده لوحدك؟ لحظه واحده يعني ايه بتصرف انت عايشه في اللبس؟ ثواني بس، هو انت جايه لوحدك؟ انا عايشه في الكوكب ده لوحدي. طب هو انا جايه لوحدي، انا مش شايفاك. هسالك سؤال. انت ممكن تكون في خيالي اصلا مش حقيقي. دي حاجه ثانيه بقى. ده انت يا حرام لسعتي. حاسه ان انا قاعده لوحدي بجد. برافو كملي. جدع. بما ان انت بقى قعدتي تفتحي دولاب انجازاتك وبطبخ وبعمل، تعملي ايه بقى انت؟ انا بعمل كوارع حلوه قوي، بعمل عكاوي حلوه قوي، بعمل ورق عنب سوبر، كمان الايطاليان فود بعمله حلو قوي. انت اصلا ايه الفيفوريت كوزين بالنسبه لك؟ في صدمه حضاريه في النص كده حصلت. ما هي الست الشاطره بقى حضرتك، انت ما قابلتش بقى ستات شاطره قبل كده، دي مشاكلك. لكن الست الشاطره تعرف تطبخ كل حاجه. إيه ده؟ انت ايه الفيفوريت كوزين انت عرفتيهم كلهم يعني؟ رد على ام السؤال، ايه الفيفوريت كوزين؟ حاسس ان انا بكلم عيل مسجل خطر. انت قد الكلام اللي انت بتقوله. والله انا في ايه؟ انت قد الكلام اللي انت بتقوله ده. مالك؟ ما تقلبي علينا. ما قده قسما بالله ما قده. اهدي بس، حد يقدر لها في ودنها يا جماعه. والله فكره ابراهيم الابيض اللي انت عاملها لنا. سي سوري. انت متاكده ان انت جايه ديت ولا جايه خناقه؟ انا اكبر منك. هسالك سؤال لازم بس. لازم تعتذر لما تغلط. هسالك سؤال والله. لا قبل ما تسال اي اسئله سي سوري. طب هسالك سؤال، انت جايه ديت ولا جايه خناقه؟ انا جايه ديت.
يعني انا كنت فاكر ان انت فعلا جايه ديت بس انت جايه وانا برضو كنت فاكره ان انا جايه ديت. سي سوري بقى يا قمر عشان ايه ليلتنا تعدي بخير. ملك سي سوري على ايه؟ عشان انت من شويه قلت كلام ما يصحش تقول. ابراهيم الابيض ابراهيم الابيض هيقول لك سي سوري؟ ابراهيم الابيض بقى على بنت؟ هتعتذر ولا مش هتعتذر؟ ثقافه الاعتذار حاجه مهمه جدا. سوري مش هعتذر. طب يا جماعه انا اسفه جدا، هو لو ما اعتذرش انا مش هكمل، لسه في سيجمنت ثالث بس انا اسف مش هقدر اكمل. انا ممكن امشي انا. مش هديك فرصه، انا مش هديك فرصه. طب كملي انت بقى مع نفسك دي. انا قمت خلاص. انت خطر على الكوكب. انت عارفه كده شكلك ملوش اي علاقه بلسانك. ولا شكلك ليه اي علاقه بال يعني باتيتيودك كله يعني في ايه والله في ايه انت في ايه مالك عامل قلق ليه من ساعه ما جيت؟ يا جماعه عايز اقول لكم هي بجد انسانه جميله وان شاء الله نبقى اصحاب كويسين كده كده جميله نايس تو ما شاء الله انكار الذات زيرو زيرو لا لا هو كده جميله انا عارفه الزاد. ان انا كده كده جميله ما شاء الله بس تمام اتفضلي كلي الديزرت يلا مش مشكله مش تاكل شكلها حلو قوي البتاع ده انت هيلثي جاي وكده انا ممكن اخد النوتس اللي فوق دي يعني عامه اكيد الفاصل ده كان عامل قلق برضه صح يعني لما الناس بتشوف بعض الوضع بيختلف ده مش معناه ان انا يعني هغير رايي بس يعني انا بقول ده برضه ايه يعني فور ذا ريكورد يعني الحسنه الوحيده ان انت زملكاويه والحاجه الوحيده اللي انت قلتيها صح ان انت شعرك حلو ميرسي مش لايق عليك يا جماعه دي اكيد اغرب حلقه اتعملت في السيزون ده وبغض النظر عن الاكشن اللي انتوا شفتوه والديت اللي باظ بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وما تنسوش كمان تعملوا فولو البنش سيركل على فيسبوك وتويتر وانستجرام وسبسكرايب على يوتيوب ولو انتوا عايزين شعركم يبقى شكله حلو وريحته حلوه اطلبوا برودكتس بوبانا من على الويب سايت بتاعه انا ملاحظ ان البرودكتس عامله شغل مع الفوليوم دي الحاجه الوحيده اللي عجبتك رغم ان انت يعني ممكن تكون بتتريق بس هم. ومش عاجبك ستوب يا ابني كابتن هيلسي ركز معايا هعلمك حاجه للزمن خلاص. هعلمك حاجه للزمن دي حاجه للزمن ده اللي انا بتاخر فيه أوكي. عشان يعني لو ارتبطت بواحده شعرها كيرلي بص بعد الشر ده انا اتعقدت بنعمل كده احسن ده انا هشوف الكيرلي اجري بعد كده ايه الشعر الحلو ده اهو بص بنعمل سكرانش كده هو ده اكتر حاجه بتاخد وقت في الحياه اوكي على فكره كمان انت ممكن تستخدمه عادي يلا هديه مني ليك ابقى طلعت من المشوار ده بحاجه طب هات بقى الطبق اللي قدامك ده عشان عاجبني قوي اتفضلي حضرتك ميرسي شكرا خايف على نفسي والله هعتبره اعتذار لا احنا ممكن نروح ماتش الزمالك مع بعض شايف الحاجه الوحيده اللي ممكن تجيبها